ولمناقشة عودة التدهور الأمني في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين محمد فوز اللامي الخبير الأمني والعسكري. سيد محمد، مرحبا بكم. تفجيرات في ناحية القيارة في الموصل، الحصيلة تتحدث عن 6 قتلى و40 جريحا، وذلك من خلال أو عن طريق سيارة ملغمة انفجرت في سوق شعبية طالت الأبرياء من المدنيين، ومن بينهم 2 من القوات الحكومية. بداية سيد محمد، كيف تفسر تدهور أو تكرار أو عودة تدهور الأمني في العراق؟ تحية طيبة لك سيدي وللمشاهدين الكرام. نبدأ من الموصل ثم ننتقل وصولا إلى الصورة الأكبر. أعتقد بأن ما يجري في الموصل هو يصب في صالح هذه الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي المسؤول الأول والأخير عن الوضع الأمني والوضع بصورة عامة في مدينة الموصل، كونها احتكرت كل شيء في يدها، القانون لا يعمل، عطلت القانون، عطلت بقية الأجهزة وبقية الدوائر، صارت هذه الميليشيات هي الحاكم الأول والأخير. طبعا توقيت هذا الانفجار هو تناسب اليوم مع محاولات تشكيل هذه الحكومة كي تكون هنالك كي تكون الموصل محافظة غير آمنة، بما أنه ارتفعت الأصوات مؤخرا من قبل منظمات والأمم المتحدة ونشطاء بعودة عدم عودة النازحين وبضرورة عودة النازحين كون المدينة أصبحت آمنة. فجاء اليوم هذا التفجير لكي ميليشيات الحشد الشعبي تقول للناس بأن الموصل غير آمنة وأهلها لا يعودون، ولكي تكون لا تكون على أجندات ولا تكون على 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 قوانين الحكومة القادمة، كي تسقط من حسابات هذه الحكومة باعتبارها منطقة غير آمنة لا زالت، وهي بالحقيقة عكس ذلك، إلا أن هذه الميليشيات هي التي تتحكم بورقة الملف الأمني في الموصل. الصورة حقيقة أنا أعتقد بأن هذه الحكومة هي الحكومة الأضعف منذ الاحتلال 2003 وإلى الآن. نحن نمر اليوم في مرحلة خطرة، مرحلة حرجة. طيب، الأمن بدأ يتدهور من البصرة وصولا إلى الموصل. نعم سيد. طيب سيد محمد، يعني مزامنة هذه العمليات، الانهيار في العملية الأمنية هو ليس بجديد. قبل تشكيل أي حكومة يلاحظ المواطن العراقي، بل وحتى ربما يكون هناك خشية من التواجد في أماكن مزدحمة، انهيارا أمنيا يلاحظ المواطن انهيارا أمنيا، سواء انفجارات سيارة ملغمة أو حتى عبوات ناسفة أو حتى العثور على جثث مجهولة الهوية. ما تفسيركم لذلك سيد محمد؟ يعني هو بالنتيجة وضع الملف الأمني هو ملف سياسي مسير ومسخر للأغراض السياسية، وهو الورقة الوحيدة التي يتم الضغط على المواطن بها. الأحزاب تمارس الإرهاب الحكومي تجاه المواطنين في حال أنه المواطن تظاهر، في حال أنه رفض، في حال طالب النازح بالعودة إلى 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 مدينته، في حال طالبت المنظمات بتخصيص أموال لمحاولة إعادة بناء. فتظهر لنا الانفجارات هي صراع سياسي أولا في الدرجة الأولى، ثانيا ورقة إرهاب لاستهداف المواطن العراقي، وأنا أتوقع بأنها سترتفع كون أننا اليوم سوف نعيش عصر الميليشيات باعتبارها تصدرت الانتخابات والمزيفة بالتأكيد. فاليوم هذه الميليشيات أصبحت هي الحاكم الأول والأخير على الملف السياسي والملف الأمني. ظهرت عندنا اليوم الجريمة المنظمة، هذه الحالة الجديدة التي انطلقت من البصرة وارتفعت إلى بغداد. نعم. وقد تصل محافظات أخرى. سيد محمد، بصفتكم خبيرا أمنيا، تفجيرات في الموصل، هناك أن الحشد اقتحم مبنى محكمة استئناف نينوى وقاموا بتهريب أحد القيادات، هل هناك ربط بين هذين الحدثين؟ بالتأكيد هنالك ربط واضح جدا، أن هذه الفعاليات الخارجة عن القانون التي تحدث في محافظة الموصل وفي بقية المحافظات، لكن الموصل لها خصوصية كأنه الميليشيات الحشد الشعبي هي الموجود العامل الوحيد الموجود، فهي بالتأكيد مرتبطة مع بعض. كل التصرفات من ابتزاز واختطاف وقتل وتفجيرات الموجودة في الموصل مرتبطة ارتباط مباشر بميليشيات الحشد الشعبي لأغراض سياسية ولأغراض ابتزاز المواطن، و الهدف الأول والأخير هو عدم إعادة بناء هذه المحافظة وعدم عودة أهاليها وعودة النازحين، كونها في موقع جيوسياسي مهم. نعم. جدا
والحشد الشعبي يريد البقاء هنالك من دون الأهالي. سيد محمد، لماذا الحكومة تلتزم الصمت حيال كل اختراق أمني؟ يعني هل هي عاجزة عن ربما توفير الأمن للمواطن العراقي، أم أن يعني الإمكانيات تكون متواضعة بالنسبة للأجهزة الأمنية؟ يعني هو الأمن بالنتيجة هو عامل تدريب وعامل إخلاص وعامل نية حقيقية. الحكومة لا تتوفر لديها النية في محاولة فرض الأمن. هنالك ميزانيات كبيرة خيالية، وهنالك ومن الممكن أن تكون هنالك إمكانيات، لكن الحكومة هي من وفرت الغطاء الشرعي لهذه الميليشيات، وهي اليوم تتحمل مسؤولية هذه الميليشيات وتصرفاتها، وبالنتيجة المواطن يأتي في الخانة الأخيرة في أولويات الحكومة. أولويات الحكومة اليوم هي هذه الميليشيات التي هي تمارس دور فوق القانون وفوق حتى هؤلاء السياسيين وأحزابهم. من برلين، محمد فوزي اللامي، الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لكم.